الو، اهلا بيكم تاني في القناه. النهارده هعلمكم ازاي تعملوا 5 طرق لفرنش مانيكير. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? هنحتاج مانيكير شفاف واسود، ومانيكير توب كوت بيخلي اي مانيكير مات، مانيكير ابيض، والست بتاعت المانيكير الشماء تيجي لون المانيكير، والبودرة اللي هي بتكون الشعر الصغير خالص الشماء، والفرشة والأنابيب بتاعت المانيكير اللي طرفها عبارة عن سن، والناحية التانية بتكون فرشة رفيعة جدا. أول حاجة هنعملها هنعمل الفرنش مانيكير العادي خالص، وباخد الفرشة رفيعة اللون الأبيض وبعمل على طرف الضفر، وبثبت الإيد اللي أنا برسم عليها والإيد التانية بحركها بالراحة خالص. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? وبعد ما نخلص بنحط الطبقة الشفافة. Can you feel it? دلوقتي هنعمل تاني شكل. هدهن الضفر كله لون، اي لون تختاروه، انا هعمل اللون الاسود. وبعدين احط طبقة من المانيكير اللي بيخلي اي لون مط، وانا حسيت انه اللون المط مش قوي فعملت طبقة تانية باللون الشفاف او باللون الاسود. برجع تاني اعمل على طرف الضفر علشان يديني الفرنش. تالت شكل هيكون هو نفس الاولاني، بعمل الطرف بتاع الضفر وبعدين بالسن ببدأ اعمل نقط على بقية الضفر. واخر حاجة بحط المانيكير الشفاف. الشكل الرابع هعمل الطرف بتاع الضفر، بس المرة دي بالسن. هوريكوا ازاي بعمله. برسم الخط الاول اللي فوق، ببدأ املي الطرف بتاع الضفر. بعد كده ببدأ أحط نقط بيضة على الطرف الأسود. وبدهن المانيكير الشفاف في الآخر. الشكل الخامس والأخير هبدأ أحط أول حاجة المانيكير الشفاف. وبعد كده على طرف الضفر اللون بتاع المانيكير الشموع، طبعا اي لون ممكن تختاروه. Can you feel the attraction? Can you feel it between us? This energy's inside us like
بعد كده ببدأ أحط البودرة، أحطها بكمية كبيرة وبالفرشة بضغط على المنطقة بالزيت اللي هي الطرف علشان البودرة تلزق فيها كويس. وبعد كده ببدأ أنضفه بالفرشة. المانيكير اللي طرفه شموع مش هنحط عليه طبقة شفافة في آخر زي الباقيين علشان هيضيع ملمس الشموع، إنما الباقيين لازم الطبقة الشفافة علشان تحمي الشكل ما يتقشرش ولا يبوظ. ما تنسوش أطراف الضافر من برة علشان تحميها. وده هيكون شكلهم النهائي، اتمنى يكون عجبوكو. ولو عملتوهم ما تنسوش تصوروهم، تعملي تاج عليهم على الانستغرام او فيسبوك او تويتر. اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.